السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من جرايد، نبدأها بأبرز العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم، محليا في الرايع، الدكتور محمد الأنصاري: هدفنا تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030. في الوطن، سعادة عبد الرحمن بن حمد العطية: حمد بن سحيم ترك بصمات ملموسة في الرياضة القطرية. في الشرق، جار الله المري: الفرصة قائمة. وسام: قادرون على التعويض. في العرب، خالد مفتاح: حضرنا من أجل النقاط. مسعد الحمد: البداية تحتاج جهدا كبيرا. عربيا، في الاتحاد الإماراتية: كوزمي: جئت لكسر النحس والفوز على الهلال. في الاقتصادية السعودية: سامي: الآسيوية عقدة إعلامية. الاتحاد الإماراتية: السركال يعتذر عن عدم استكمال مشواره الآسيوي. في الدستور الأردنية: النشامة يباشر تحضيراته لملاقات سوريا بتصفيات كأس آسيا. في الشروق المصرية: شوبير: أرشح حمدي وزيرا للرياضة وأرفضها لأن الرئيس لن يساعدني. عالميا، في الميرور البريطانية: كين: كفى عبثا بتاريخ الشياطين. في التلغراف البريطانية: مورينيو: كم أنت مضحك وهزلي يا مانشيني. في آس الإسبانية: الملكي يستعين بسلاح ماركت بي بي سي لإسقاط شالكي. في سبورت الإسبانية: البارسا يبحث عن مدرب من بين هؤلاء فالفيردي وسيميوني وكلوب. في فقرة غريب عجيب: العثور على رضيع في حاوية نفايات بالطائف. أهلا بكم من جديد. إذن جولة أولى لم تكن على قدر الطموحات، الجيش يسقط في فخ التعادل على أرضه، وريان يخسر بالثلاثة أمام مضيفه. دوري أبطال آسيا انطلق بالأمس في جولته الأولى من دور المجموعات، حيث تتجه الأنظار الليلة للقاء السد أمام سبهان الإيراني. أما في نفس المسابقة ولكن أوروبيا، سقوط تاريخي للشياطين الحمر. إلى التفاصيل والبداية محليا، وزارة الشباب والرياضة أشادت بتفاعل المجتمع القطري مع الحملة التي أطلقتها مؤخرا لإشراك المجتمع في إعداد استراتيجية الوزارة. الحملة لقيت تجاوبا كبيرا من مختلف أطياف المجتمع، حيث تفاعلوا مع هاشتاغ شوركم وهداية الله على حساب الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. الدكتور محمد إسماعيل الأنصاري رئيس لجنة استراتيجية الشباب والرياضة أعلن أن الوزارة تقوم حاليا بفرز ومراجعة المقترحات والأفكار. الوزارة تدرك أهمية إشراك الشباب في بناء مجتمعهم، وتسعى من خلال استراتيجيتها التي يتم إعدادها بالتعاون معهم للارتقاء إلى مستوى تطلعاتهم وتوفير سبل تمكينهم وتطوير مواهبهم وقدراتهم ودعمها واستثمارها، بما يعزز دورهم في تنمية المجتمع وتطور الدولة بشكل فاعل وإيجابي. الاستراتيجية صممت لتتوافق مع تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030، ولتحقيق الغايات التي من أجلها تم استحداث وزارة الشباب والرياضة للنهوض بواقع الشباب ضمن قطاعي الشباب والرياضة، بما يشمل كل مرتكزات رؤية قطر 2030 البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. سعادة عبد الرحمن بن حمد العطية وزير الدولة والأمين العام السابق لمجلس التعاون قال إن الخطوة التي اتخذها سعادة الشيخ حمد بن سحيم الثاني بالترجل عن رئاسة نادي قطر خطوة لافتة ذات دلالات حيوية عبرت عن العديد من المعاني الإيجابية، وأكد أن سعادة الشيخ حمد بن سحيم الثاني قام بهذه الخطوة وهو في قمة عطائه المتجدد في خدمة النادي والرياضة القطرية. سعادة الشيخ حمد بن سحيم نهض بالنادي إلى أعلى المستويات
فقد وجد في خبراته ورؤيته مما ساهم وأدى إلى تأهيل شباب قادر على مواصلة مسيرة النادي الناجحة بجد واقتدار، كما فعل ربان سفينة النادي على مدى سنوات تميزت بالحيوية. سعادة الشيخ حمد بن سحيم ترك بصمات ملموسة في عالم الرياضة القطرية، خاصة نادي قطر، وأعرب عن ثقته بأن رئيس النادي الجديد قادر على مواصلة مسيرة ناجحة وإضافة المزيد من النجاحات لمصلحة النادي ودعما للرياضة القطرية. إلى دوري أبطال آسيا، والبداية من العاصمة الإماراتية أبوظبي. الريان سقط في فخ الهزيمة أمام الجزيرة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى للمجموعة الأولى. جار الله المري مهاجم الريان حاول التقليل من حجم الهزيمة معتبرا أن الخسارة في أول جولة ليست نهاية المطاف. فريق الريان لم يكن سيئا في مباراته بالأمس مع الجزيرة في أولى المواجهات الآسيوية، ولكن الجزيرة استغل خطأين أحرز منهما هدفين سريعين أربك حساباتنا في الشوط الأول. سعينا للتسجيل وضاع منا عدد من الفرص أمام مرمى الجزيرة. الفرصة لا تزال مواتية لنا لتحقيق الفوز في المواجهات التالية، وسنسعى لتعويض الخسارة أمام الجزيرة الإماراتي. وللحديث أكثر عن أخبارنا الكروية يسعدنا أن نستقبل معنا في الاستوديو الأستاذ ماهر غريب الصحفي في جريدة الشرق. أهلا بك أستاذ ماهر. أهلا بحضرتك. أهلا فيك. بداية نتكلم عن خسارة الرهيب خارج أرضه، هل فرض المنطق نفسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، فرض المنطق نفسه، ليس بسبب مستوى فريق الجزيرة أو أداء فريق الجزيرة، ولكن لحال نادي الريان بشكل عام هذا الموسم. لم يكن أكثر يعني الناس حتى المتفائلين داخل نادي الريان مش متوقعين أن الفريق سيسير بعيدا في هذه البطولة. كنا نعلم تماما الظروف الصعبة التي مر بها فريق الريان في الموسم الحالي، وبالتالي هذا الأمر انعكس بشكل سلبي حتى على تحضيرات الفريق البطولة الآسيوية، وحتى على رغبة اللاعبين، وحتى تفكير المدرب في المباراة. نعلم جيدا الحال اللي بيمر به الفريق، وده كان واضح من خلال المباراة. فريق بيبدأ المشوار في البطولة الآسيوية يفترض أنه يكون لديه قدر أكبر من التركيز مما حدث بالأمس. في أول 9 دقائق 2-0 الفريق الجزيرة، هذا بيعبر عن حال الفريق وحتى عن جاهزية اللاعبين واستعدادهم النفسي والمعنوي لدخول المباراة. أعتقد أن الريان من الآن مبكرا رفع الراية البيضاء في هذه البطولة، ولا داعي حتى للكلام الآن عن التعويض، حتى إن كان مختلف. صحيح تصريح جرالة المري تصريح في يعني في محله في هذا التوقيت، اللاعب لن